وبداية صباحنا وقبل ما نروح لنستقبل أولى ضيوفنا لليوم، خلونا نروح بمجموعة من الأخبار المنوعة من إعداد زميلتنا هالة السعدي. وأول أخبارنا حنروح للباكستان، يلي اضطرت الشرطة الباكستانية أنها تروح لتجلي آلاف المواطنين من قرية جبلية، وهذا الشيء بسبب فيضان صار بنهر موجود هناك. خلونا نشوف الكليب ونرجع نشوف شو سبب هذا الفيضان. طبعا الذوبان المفاجئ للبحيرة مثل ما شفنا ضمن الفيديو كان بسببه ارتفاع درجات الحرارة اللي كانت قبل الأسابيع الماضية. دائما بنقول السلامة للجميع، ورح ننتقل من هذا الخبر لخبرنا الثاني، وحنروح لتايلاندا ولا طقس عندهم ببلش وبيعملوا هذا الطقس كل سنة. هذا الطقس هو عبارة عن سباق الجواميس، يعني كيف اليوم بيكون الأرض موحلة، وهذا الطقس هو عبارة عن بيصير هذا السباق هو إعلان لبدء زراعة موسم الأرز. خلونا نشوفه. حنروح لخبر من إيران ولولادة خروف كانت ظاهرة غريبة بستة أرجل. اليوم الأطباء البيطريين طمنوا صاحب الخروف أنه الوضع غير مقلق وأنه الولادة طبيعية، ولكن سبحان الله هيك إجت حظه. خلونا نشوف الفيديو ونرجع. طبعا صاحب الخروف اجا كثير عروض لبيع هذا الخروف، ولكن رفض وحب انه يحتفظ